خلينا نبتدي بأهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا للإسماعيلي. وفي الترند المحلي، تغييرات منتظرة على تشكيل المنتخب أمام غينيا بيساو الليلة، بالتوفيق يا رب. وأخيرا، المنتخب يتوجه لياوندي عقب المباراة استعدادا لمواجهة السودان. طيب، أبرز المباريات النهاردة، مباريات مهمة في مختلف البطولات، فهنبتدي بالبطولة الأهم بالنسبة لنا وهي بطولة الأمم الأفريقية. النهاردة في ماتشين، ماتش الساعة 6 في مجموعتنا ما بين نيجيريا اللي كسبتنا 1-0 ومنتخب السودان اللي عنده نقطة بعد ما تعادل سلبيا مع غينيا بيساو في المباراة الأولى. المباراة الثانية هتكون الساعة 9 بالليل وهي مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا. غينيا بيساو هتقابل منتخبنا الوطني المصري. كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله بإذن الله يكون في شكل مختلف وتحسين لصورة المنتخب اللي ظهر عليها في مباراة نيجيريا، بس ده كله طبعا متوقف على الجهاز الفني أو المدير الفني تحديدا. يعني الدوري الإنجليزي، عدد من المباريات المهمة، كانت البداية بمباراة قوية جدا جدا ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب مانشستر سيتي، انتهت بفوز السيتي بهدف مقابل لا شيء أحرزه كيفن دي بروين، هدف كان جميل في الحقيقة، فبالتالي بيبتعد مانشستر سيتي عن تشيلسي في جدول الترتيب بفارق 13 نقطة، فأمال تشيلسي في المنافسة على اللقب أصبحت صعبة جدا، لكن امال ليفربول في المنافسه على اللقب مع مانشستر سيتي بقت صعبه، بس يعني ممكن يكون في بصيص من الامل، لكن لو فضل مانشستر سيتي ماشي بالمستوى المميز ده فاعتقد ان هو هيحسم الامور بدري بدري. بعض المباريات اللي بتبتدي في هذا التوقيت الساعه 5 تحديدا ايضا في الدوري الانجليزي، نيوكاسل اللي بيتسلح ببعض الصفقات الجديده تريبييه وايضا كريس وود من بيرنلي وبعض اللاعبين المميزين اللي بيحاولوا من خلالهم ان هم يحسنوا موقفهم في جدول المسابقه، هيقابل واتفورد ايضا اللي بيصارع على البقاء في بطوله الدوري الانجليزي، مباراه قويه جدا ما بين الفرقتين. نوريتش سيتي امام ايفرتون في نفس التوقيت وايضا ويلفرهامبتون الساعه 5 في نفس التوقيت مع ساوثهامبتون. الساعه 7:30 مباراه مهمه جدا جدا ل مانشستر يونايتد اللي هيقابل استون فيلا في الفيلا بارك، ملعب استون فيلا، واستون فيلا بيتسلح بكوتينيو ايضا اللاعب الجديد طبعا مصنع الالعاب لاعب ليفربول الاسبق وبرشلونه السابق، صفقه جديده مهمه جدا لوكاس دين كمان الظهير الايسر من ايفرتون، فبالتالي المباراه هتكون قويه قوي الساعه 7:30. الدوري الايطالي، سامبدوريا بيلعب في هذه اللحظات مع تورينو، التعادل الايجابي 1-1، ساليرنيتانا بيلعب مع لاتسيو او هيلعب مع لاتسيو الساعه 7 بالليل، اليوفي الساعة 10 إلا ربع مع أودينيزي. الدوري الفرنسي، سانت إتيان مع لانس الساعة 6 وباريس سان جيرمان مع ستاد بريست الساعة 10 بالليل، في مباراة هتشهد أيضا استمرار غياب ميسي بسبب عدم جاهزيته وعدم شفائه من فيروس كورونا. نتمنى الشفاء للجميع لأن في الحقيقة الفترة دي الفيروس متفشي جدا جدا، مهم قوي إن احنا ناخد إجراءاتنا الاحترازية كلنا وإن شاء الله الكل يبقى بخير وصحة وسلامة.